أعزائي متابعين متابعي موقع أون مصر في كل مكان، أسعد الله مساء حضراتكم بكل خير. كالعادة بنقل لحضراتكم كل ما هو جديد وكل الانفرادات التي تحدث على مستوى مصر والعالم العربي. نجدد لحضراتكم التحية من جديد، وخلينا يعني نوري حضراتكم يعني نعرف حضراتكم كده آخر التفاصيل اللي حصلت من أحد المصريين في بلاد الكويت الشقيقة. خلونا دلوقتي نبدأ مع حضراتكم تفاصيل الحادث، تفاصيل الحدث اللي حصل، ويعني نعرب لكم مدى سعادة المصريين. ودايما يقولوا أن المصريين والشخير، لكن إزاي ده اللي احنا نعرفه من خلال التقرير اللي موضح مع حضراتكم. الحقيقة أن الفوز بأي مبلغ مالي هو أمر بيبعث السعادة بكل تفاصيل، فما بالكم بقى لو فزتم بملايين الجنيهات. ده حال وشعور المواطن المصري هاني راضي. هاني راضي ابن محافظة أسيوط المقيم بدولة الكويت، واللي فاز بجائزة البنك التجاري الكويتي لحساب النجمة، وفاز بمبلغ قيمته 500,000 دينار كويتي اللي هو ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، وهي جائزة نصف سنوية ويقدمها دايما البنك في هذا الوقت. اللي حصل بالضبط ان وفقا لما ذكرته صحيفة الراي الكويتية، ان البنك التجاري الكويتي اجرى خلال بث مباشر سحب على احد الجوائز المالية لحساب اسمه حساب النجمة، وهي جائزة نصف سنوية بتبلغ قيمتها 500,000 دينار كويتي، وده بمقام 50 مليون جنيه مصري. وده كان بحضور ممثلي مكتب التدقيق، كان منهم شركة الوزان وشركة البزيع، ودول أيضا ممثلين لوزارة التجارة والصناعة للإشراف على آلية السحوبات. في بداية الأمر حصل أن شارك هاني في هذا البث المباشر، وتم العرض أثناء البث المباشر أن هاني راضي ظريف فهيم من محافظة أسيوط فاز بهذه الجائزة، وتواصلت معاه صحيفة القبس الكويتية وقالوا له أنت إزاي فزت بالجائزة دي. أعرب في الوقت ده أن هو كان فكر أن الموضوع يعني ضحك أو هزار أو فيما يعني زي ما بنقول كده باللكنة المصرية الموضوع كان نصب، لكن الحقيقة ان فوجئ ان البنك بيتواصل معاه وبيقوله اتفضل عشان تستلم جائزتك. بالفعل هاني توجه الى مقر البنك التجاري الدولي لاستلام الجائزة، واعرب عن سعادته الكبيرة بالفوز، وشكر ادارة البنك لانه هو عميل في البنك من عام 2016، وقال في البداية لما كلموني انا افتكرت انها خدعة ونصب، لان في ناس كتير جدا بتتصل بارقام وهمية، لكن الحمد لله طلع حقيقة وفزت بالجائزة. السنين اللي فاتت ما كانش ليا نصيب، بس الحمد لله النهاردة ربنا عوضني. والحقيقة ان هم احتفلوا بيه وسط اجواء جميلة جدا مع عملاء البنك. كمان قال هاني ان قبل ما يحصل ان هو يستلم الجائزة انه كان بيمر بضائقة مالية شديدة جدا، وان الفلوس دي فعلا جت في وقتها. من جهة تانية اعرب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الاستاذ عبد العزيز الزعابي ان البنك حريص على تنظيم السحوبات والحملات الترويجية، ودايما بيقدم افضل خدمة لخدمة عملائه المميزين، وكان من ضمن العملاء المميزين كان هاني راضي اللي هو المصري الاسيوطي. الحقيقة كمان ان البنك اشار ان كل الخدمات المصرفية لاستلام الجائزة كانت عليهم، واشار ايضا ان الفرصة متاحة امام كل العملاء للفوز، وان الموضوع ما بيقتصرش على اولاد البلد اللي هم الكويت فقط، لكن زي ما حضراتكم شايفين المصريين ظهروا على الساحة. وشكر في النهاية جريدة القبيس اللي تولت يعني هذا اللي تولت هذا تغطية هذا الحدث الهام. والحقيقة ان كل المصريين من امبارح من امس لحد النهاردة بيقوموا بتهنئة زميلهم وأخوهم المصري هاني راضي، وتراود يعني رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي كومنتات كلها بتقول يا بختك يا هاني، انت الحقيقة يعني محظوظ أو أمك دعيالك. زي ما بيقول خف دم المصريين المعهودة كانت سبب في ان مصر فيهم كسب 50 مليون جنيه. شكرا لحضراتكم متابعينا متابعي موقع أم مصر، كان معكم مراسل الموقع. شكرا وإلى اللقاء في حديث آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.